قدم المسيح ملكنا ولنا نرجون استجيبنا الخطايا الكثيرة أمين مزمية ثلاثين معلمنا داودنا بركات وعن أنفسنا جميعا أمين. Gracias, Simón, por su misericordia. En el nombre de María, Hanna, Bishi, Barakat, y a nosotros, mi amigo, amén. Mete el mal, el rojo, el cuerpo, el alma, el ser, el ab, el esmi, fao, y el mukum, el shay, y el zakur, el kum, el kum, salami, atrok, el kum, salami, ana, atikum, la shikame, atil, alam, atikum. La tatarab, kurubakum, la tekza, samati, in, kurt, el kum, el amdi, suma, ati, laikum. La kuntum, tahabun, el kuntum, tafrahun, el amdi, el ab, el abi, hua, azna, min. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء لكن ليعلم العالم أن أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر يقيه لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا أيضا فيكم والمجد. وما أجد إلا إلى من أبدي أنا من الرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله ما يسوى زيك إيك صوتي أمون نينا الروح القدوس يا رب رسالة وتلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة أذرة تنزعهم إن يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نغلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروح قدوس لا تنزعه مني رب أستطرح قدسة تلاميذ القديسين والمكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعه مني يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة قادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا لمن يدي لكل إنسان آت العالم ارحمنا كيني كيائي كيستوسيون السونيون آمين يواتي لأن كرم الحق الحملة عمقود الحياة نسألك أملوها نعمة معروس من أجل خلاص نفوسنا بارك الرب لنا بارك الرب يوم بيوم يهي طريقنا أنه إلى خلاصنا كيني كيائي كيستوسيون السونيون آمين ملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل الكنس الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أنا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إنما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولدة لا أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من قام من بين الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا ذلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس أبانا أخوتنا الذين ركضوا يا ربنا يحنفسهم وأرحها يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا من بلا خطايا يا رب عنا وبلت البطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير
بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. سلام لك نسألك قديسة أيتها القديسة الممتلئة مجدا عذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيحي لنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. آمين. نكساسي وسيمون فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مات البشير بركات عن نفسنا جميعا. آمين. أما أبصر الجمهور صار يجب عند بجلس بقدمي تلاميذ وفتح فيها وعلموا كينا طوبى المساكين بروحنا لما كنت سمويت طوبى حزانا لما تزون طوبى ودعنا بمسوان طوبى جاعت الشيبين لما يشبعون طوبى الرحمن لما يفهمون طوبى القيم قلبنا معنون الله طوبى لسنة السلام لأنه بيدون ابن الله طوبى المطرفين أجل بلعنا لما كنت سمويت طوبى لكم إذا طردكم عيروكم وقالوا ابن أجل كل شركة زبيل فرعوتنا لأن أجلكم عزي بالسماوات أن مركز طول الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم من حلق ميزي ملا لا يصنع بعدين لشيء أن ترى غير جنجوس والناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يأخذون سراجة ودون تحت مكابل ولا المرأة فرزير كل من في البيك هكذا فرزون وركم قدام الناس من كرام مالك السنة ومجدوا أباكم لذي السماوات مجد الله دائما أبدينا من روش وبرس وزمك وزنا وزن ما سواب جيك يك صوتي من نينان يا رب من في اليوم السالي الساعة السادسة زمرت على الصليب لكن خطيئة تقر علي ابن آدم فردوس مزك سخطيانا مسيلانا وخلصنا صرخت لله ورب سمعني اللهم استقر صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلام يقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. سواء مثيلا زمر العصلي في الساعة السادسة وقطعت الخطية بالخشبة أحييت الميت موتك الذي إنسان خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية فسمير السمير تبيه أنقذ أخذنا من تعيشة العمي هولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرأفاتي إني كعيك سطيون السنيون آمين إيه سنة أنه له كل معذرة من أجل كثرة وطنية من عربك نتوسل الذي بد منك يوتل العزراء كثير شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يتعوم الطهر ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي بد منك إنه رحم وقادر على خلاص تألم من أجلك ينقذنا فتدركنا رأفتك سريعنا تمسكنا جدا عنا اللهم خلصنا من أجل مجد اسمك رب نجينا وفنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كنين كعي كستسيون استنيون آمين صلاة خلاصا في وصل أرض كل يد مسيح لنا عندما بسطت يديك الطرفين على عود الصليب فلا يزي كلهم تطرق إلى المجد لك يا رب سابت ريك أيوك يا أجيب نظماتي مجد لشخص غير فاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأنك بمشيئتك سررت تطرق على الصليب الثلج الذين خلقت من عبيدة العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت تريد العالم يا رب المجد لك كنين كعيك استوس إيون استون إيون آمين أنت الممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المادة المسيح إلهنا نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصدقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي
وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين. يا هو الله يرحم خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا الكثيرة آمين. كرياليسون 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 يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون قدوس 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 رب الصباوات السماء والارض مملوءتين مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله لا بالضابط الكل يا سرس قدوس ارحمنا أيها الرب لا القوة تكون معنا في إنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا على أنسياتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا ادفعنا بمعرفة وادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا مجدا وإكرام وإكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أشكر رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي. الله من أجل هذه القربين المقدسة الكريمة وتقديماتهم الذين قدموها يا رب. هللويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهج فيه يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك الآتي باسم الرب مرعوت بنوت بيوت ببن سكراتور فز مرخون وغنيش انشيري زوزر زوزيشويس آمين فز مرعوت انجبيبنا وما يسوى انبركليتو زنك سابتريك ايوك يا عجيب نوماتي
kelinkai Christos e onaston e Και το πνεύμα της Άρην σε βεμός του τότσεν περί περπέσμα ρίβεν αίτιμ νόριβιο την πέντσο έτσο πενούτη ο πέντσο τήρης ως περέν στο ζυβερές και πάζεν εικόνα περπόης εν έρων αφαρή έρων Αυτοκτεν έρωβ, αυτοί άσερν, αυτοί του θένι βεντεν σάρια ταϊονούς, αϊν σοφόν μαρεν το φοβός, τε βέρι έρωχ, εμπάιου έσω, εμπάιου θύρου, τε βενόν χένιρίνε βένεν τραβίβαν το κρατόρ, εμψω εις εβενούτι. Προσευ εξάστη, Κύριε Λέ, سترتنا وأنتنا وعفستنا وقبلتنا إليك أسفخت علينا وعضتنا تيت بنا لهذه الساعة ويسمعنا ويعيننا ويكبر صلاة البعض قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنعنا أن نكمل هذا اليوم مقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتي كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنك وعن سري شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب كل قوة العدو يكون محليا فم الثالوس الأقدس الآب والابن والقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الأخوات سعادة الأسفل فم الناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بترك قديس ساويرس معلمنا ديسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول القدس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابيل فم قديس كريلس وقديس فاسيليوس وقديس الغوريس الأفاصل سماعيس مستعمين ونقي أبناء قسطنطينية قسطنطينية مائتين بأسفل فم رئيس كهنة نبوة مكرم الأنبا تودروس الثاني الشريك في الخدمة الرسولية من اسم مكرم الأنبا يوسف فم حقائق الاسم القدوس الآب والابن والقدوس الآن كل أوان نعم تيس آمين كيتون
صلواتهم احفظ لنا حياة
بنا المكرم الأنبا يوسف أسقفنا البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأهل في ليبي بركته علينا آمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذه افتكروا، هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها فيا، فهذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل عليكم على أرواحنا يا أبي وأخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لألا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لألا تكونوا تحت الحكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد. شيرين ماري Sosi etas
كيس مروت الي سوس نيم بكيوتن اغاسوس نيم بيبن غماي سوف جيك اي اكسوتي امون ناينا الإبراكسيس فصل من أعمال بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولوس اسكندري الجنس رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدى هذا يجاهر في المجمع فلما سمعاه بريسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ فقال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة أمين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. يوم الخامس والعشرون من شهر مصر المبارك احصى رب انقضاء وعده علينا وعليك فدوة من المغفور الخطايا والزلات. من كل مراحم الرب يا اخوتي امين. مثل هذا اليوم تنيح القديس بساريون الكبير من قديسي القرن الرابع الميلادي. ولد هذا القديس من ابوين مسيحيين وقد احب الحياه الملائكيه منذ صباه فشعر بتغرب عن العالم وبقى هذا الشعور ملازما له كل أيام غربته. انطلق أولا القديس أنطونيوس الكبير حيث مكث زمانا تحت تدبيره. ثم جاء القديس مكاريوس ولبس مدة تحت إرشاده. بعد ذلك هام في البرية كطائر غريب لا يملك شيئا ولا يستقر في موضع ولا يقوى تحت سقف متجردا من كل مقتنيات العالم حتى أنه لم يكن يلبس إلا ثوبا واحدا خشنا ولا يحمل معه إلا الإنجيل. قال له الأنبا دولاس تلميذه جئنا مرة إلى شاطئ بحيرة وكنت عطشانا. فقلت الأنبا بساريون أنا عطشان. فصلى وقال لي تقدم واشرب من ماء البحيرة. فشربت فوجدتها مياه عذبة. وقال أيضا كنا مرة في طريقنا فوصلنا إلى نهر لم نجد شيئا نعبر به فبسط يديه وصلى وعبرنا إلى الشاطئ الآخر سائرين على الماء. وكان الرجل في مصر ابن مشلول فحمله إلى أنبا في ساري وتركه على باب قلايته. وقف من بعيد ولما سمع الشيخ صوت بكاء الولد سأله قائلا من أين أتيت؟ فقال أحضرني أبي ومضى. فقال له الشيخ انهض واذهب وراء والدك. في الحال شفي الولد ومضى إلى أبيه فأخذه ورجع إلى بيته ممجدا الله وقد أجرى الله على يديه آيات عظيمة. ثم أخذها إلى دير العزارة وضعها في قلاية صغيرة فأخذت تجاهد إلى أن تنيحت بسلام. ولما أكمل سعي الصالح تنيح بسلام بركة الصلاة فلتكن معنا أمين. فيها أيضا من سنة 1945 تنيح القديس الأنبا البابا مكاريوس الثالث البطريرك الرابع عشر بعد المئة من بطريرك الكرازة المرقسية. ولد مدينة المحلة الكبرى من أسرة تقية تسمى أسرة القسيس. فنشأ على الطاقم ببشوي باسم الرهب عبد المسيح فتفرغ للعبادة ودرس الكتاب المقدس والكتب الدينية الطقسية كما امتاز بنسخ الكتب وحسن الخط القبطي والعربي وأتقن فنون الزخرفة الدينية فرسموه قسطا
فقموسا، وكلفوا البابا كيرلس الخامس بتدريس اللغتين القبطية والفرنسية مكاريوس. ولما جلس على كرسيه تم برعاية شعبه واهتم بتعليمه العقيدة الأرثوذكسية، وقضى على كرسي أسيوط 47 سنة ساهرا على خدمة شعبه. ولما تنيح البابا يوانس التاسع عشر تم اختياره بطريركا وجلس على الكرسي المرقسي في أيامه. خلاف شديد بين المجمع المقدس والمجلس الملي العام، فاضطر البابا للاعتكاف بعض الوقت في حلوان، ثم ذهب إلى دير أمبابولا بصحبة بعض الأباء المطارنة، ثم عاد إلى كرسي واستقبله الشعب استقبالا حافلا، وانعقد المجمع المقدس برئاسته مرة أخرى، وأصدر في أول يناير سنة 45 بعض القرارات الهامة آخر حياته. ثم تنيح بسلام بعد أن جلس على كرسي مرقسي سنة واحدة. بركة صلواته فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا. Agios Agios Ishiros Agios Asanatos O Ekbar Seno Genetis Eleison Imes Agios Oseos Agios Ishiros Agios Asanatos O Saurotin Eleison Imes Agios Oseos Agios Ishiros Agios Asanatos O Anastasik Ton Nekoron Kianil Sunistos Oranos Eleison Imezok Sebetrik فلنستحف أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسي. صلوا من أجل إنجيل المقدس. يا رب ارحم. يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكر صلاتنا وتلبات نرفع لك الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا. يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجانا كلنا، شفانا كلنا، خلاصنا كلنا، وقيامتنا كلنا. بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير بركاته. من مزامير
بين داود النبي والملك بركاته على جميعنا. أيها الرب الإله قد عظمت جدا، لاعتراف وعظم الجلال تسربلت بهما، اشتملت بالنور مثل الثوب الذي صنع ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم. القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقتان، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، لأنه حيث لا يدنو منه سارقون ولا يفسده سوس، لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقتان ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب.
فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنث وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب،
نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. Reni pasi ke tovne mati so yaila al mahabba wa mati wahdaniyat al qalb wa raziq al ra'y al wahi alladhi lil الذي أنعم لنا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت، نحن غير المستحقين والضالين، وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا. نسألك يا سيدنا نعم لنا نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن بتفكير غير ذاكر للشرور الأولى ونية بغير رياء وأفكار صادقة وقلب محب للإخوة، لكي ونحن نعطي قبلة روحية نهرب من شبه يهوذا الخائن، وكمثل تلاميذك القديسين الرسل فيما قد صالحنا بعضنا بعضا نكون بالنقاوة أطهارا ونتقدس بواسطة روحك القدوس. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا فرد خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصار والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة Antonimo
أشهد